أهلا ومرحبا بكم في الدورة التدريبية الجديدة لشرح برنامج سيلز أب، برنامج المحاسبة والمبيعات وإدارة المخزون من شركة فاتوس. فلنبدأ. إضافة فاتورة مبيعات جديدة هي عملية متكررة كثيرا، لذلك راعينا أن تكون سهلة وبسيطة مثلها مثل إضافة باقي الفواتير والعمليات المتشابهة. من القائمة الرئيسية اضغط على قائمة المبيعات، ثم اختر فاتورة مبيعات جديدة. تظهر نافذة سهلة وبسيطة تم تصميمها باحترافية لتكون مريحة وهادئة لتسهيل العمل عليها وإنجازه بسرعة. ففي الأعلى يمكنك إدخال الأصناف وكميات مخزونها، وفي الأسفل يوجد حقول البيانات الأساسية وأزرار التحكم، وعلى الجانب الأيسر يوجد بعض الاختصارات السريعة مثل المساعدة، إظهار وإخفاء الأعمدة، ترتيب الصفوف، إعادة تحميل البيانات مثل بيانات الأصناف، العملاء، الخصومات إلى آخره. نبدأ بإضافة أول صنف بالصفحة، وذلك بسحب باركود الصنف بجوار قارئ الباركود ليتم إضافته آلياً، أو الضغط أسفل عمود الصنف في الصف الأول الفارغ لنقوم بإضافته يدوياً، فنبحث عن الصنف بالاسم أو الباركود أو تفاصيله ثم نختاره. أدخل الكمية واختر تاريخ الصلاحية إذا كان صنف بتاريخ صلاحية، وعدل السعر والخصم والبونص إذا أردت ذلك، واضغط في أي مكان فارغ لاعتماد السجل. يمكن اختيار قطعة برقم مسلسل أيضاً إذا كان الصنف من نوع المخزون برقم مسلسل. بنفس الطريقة قم بإدخال جميع الأصناف التي تود إضافتها لفاتورة. لاحظ هذه المميزات الرائعة. عند تكرار الصنف بنفس الوحدة والمخزن وتاريخ الصلاحية يزود الكمية توفيراً لكثرة العناصر المدخلة وتجنباً للتشتيت. أما إذا اختلفت الوحدة أو المخزن أو تاريخ الصلاحية يتم إضافته كعنصر جديد في القائمة. يدعم البرنامج تعدد الوحدات وأيضاً تعدد المخازن. عند تغيير الأسعار تظهر لك شاشة تنبهك باختلاف الأسعار عن الإعدادات الافتراضية لأسعار الصنف. يمكنك أن تراجع ما أدخلته أو تعدل الأسعار القديمة الافتراضية لتصبح مثل السعر الذي قمت بإدخاله الجديد، أو تتجاهل الرسالة ولا تفعل أي شيء. لا يمكن للمستخدم تعديل السعر والخصم والبونص إلا إذا كانت لديه صلاحيات بذلك. يمكنك تحديد الخصم العام أو الاطلاع على الخصومات المتخصصة التلقائية، وأيضاً الاطلاع على الضريبة واستخدام أي من أزرار التحكم وخصائص الفاتورة والملحقات الإضافية بها. يمكن تغيير العميل وبيانات الفاتورة أيضاً. يمكنك الدفع بعدة طرق، منها الدفع نقدي أو بالفيزا أو بشيك حوالة بنكية. كما يمكنك استخدام جميع طرق الدفع السابقة في نفس العملية. يمكنك استخدام اختصارات لوحة المفاتيح لتسهيل عملية الدفع والحفظ. بعد الانتهاء اضغط على زر حفظ. هكذا نكون قد قمنا بإضافة فاتورة مبيعات جديدة للنظام. نشكركم ونرحب باستفساراتكم ومقترحاتكم. للمزيد من المعلومات المرجو الضغط على أيقونة المساعدة أو القيام بزيارة موقعنا الإلكتروني vatos.com.